واضح في الصورة الوطني عبد الله الجنوبي وكذلك هجر ونجران يا أنقص لتحد من أجل البقاء بين الكرك مع من يتقدمون بالترتيب. هل يفعلها شيخ الأندية؟ بالتالي هدف كان كفيل من يحصل من خلاله انتصار في كل مرتين. كرة الآن تسديدة، لقطة خطيرة لصالح هجر، تحرك عبد الله الجنوبي في هذه اللقطة. شوف الإبعاد والتحضير والتسديد على طول، لكن تمر بجوار القائم وتذهب إلى ضربة مرمى من أسامة الخلف. من أسامة الخلف في المحاولة الماضية الرائعة جدا من لاعبة فريق هجر. تم على آخر عشر دقائق والتعادل السلبي ما زال يسيطر على أجواء هذه المباراة، لكن الجديد يحضر بتسديدها، لا تحضر مع تغطية رائعة زيني، والكرة تتحول إلى ضربة الزاوية، إلى ضربة الزاوية بين الحين. لكن تركي الخضير غريب في اللقطة الماضية ويعطي الاستمرارية لصالح نجران. يا سلام على التمريرة الساحرة، أوهو جول المارد، جول لصالح نجران. كرة من عبد الله الجنوبي، شوف اللمسة، شوف اللمسة من مورايس على طول، واحدة واحدة إلى بسمارك، إلى هدف، إلى هدف لصالح نجران، لصالح نجران. واحد هل يلعبها مباشرة، لكن هي تمريرة الآن عرضية مثالية ورأسية، وجدت عبد العزاء الرائع من جاسم حمدان لأول أهداف هجر وللعودة بالمباراة. برافو عبد العزيز سكرولي في حراسة المرمى. فيما هنا لقطة لدينا لصالح نجران، فيها خطورة، فيها لف دوران، فيها جول، فيها مورايس وفيها سقوط. هذه اللقطة الخطيرة والافتكاك بالكرة بدون خطأ. الكرة وصلت مع إيريك اللي عادها إلى مورايس اللي اختل توازنه مع ردة. للوصول لهدف التعادل، لكن هدف ثاني يقضي على أمال هجر. نعم، هدف ثاني لمارد الجاموس، يظهر بسمارت. لكن شوف، شوف أي لمسات، أي لعبات، أي تمويه، أي لمسة من بسمارك، وهدف ثاني يحضر لصالح نجران. لرب أبرز القائمين ورابع الهدافين السعوديين. كرة في الجول، في الجول، لكن فيها راية وأوفسايد، راية وأوفسايد، غفلة سريعة جدا ما حد شافها على طول في الشباك، لكن كرة فيها راية وأوفسايد في هذه اللقطة وفي هذه التمريرة اللي وصلت للمدافع أدريان. وما هو الأقرب للنزول لأرضية الملعب؟ كرة عالية باكوارد، الله حمدان في لقطة رائعة وجميلة بباكوارد رائع، بباكوارد رائع، كاد أن يذهب لشباك إيريك. واحد اثنين، عودة إلى بسمارك. من بدأ الهجمة لنجران؟ بسمارك يحاول مرور، بسمارك بالرأس من مورايس، لكن تعدي إلى ضربة مرمى، تعدي إلى ضربة مرمى. هذه لقطة نجران الأخيرة كما نشاهد الثلاثي المرعب في المقدمة، مورايس، إيريك بيريرا وبسافي البرازيل. كرة ما زالت لصالح نجران، فيها تحضير، فيها تسديدة، ولكن خالد راضي يمنع الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة. ما زال يتصدى، ما زال يبعد الهدف الثالث لصالح فريق نجران، ويريد أن يتحرك مهاجمون هجر للفريق الهجراوي للبقاء في دوري عبد اللطيف جميل. كرة تمريرة بينية خطيرة، هدف ثالث بسمارك، الكرة فيها إبعاد على دفعتين، فيها جول، فيها إنهاء الأمور، لكن مثالية تتحول إلى ضربة مرمى. لكن شوف، شوف إيريك بيريرا كيف يدلع بسمارك، مورايس كيف يدلع بسمارك للوصول للهاتريك في هذه المباراة. لأن إيريك بيريرا يقادر وحمد الربيعي التغيير القادم. كرة الآن فيها تسديدة، عودة في المرمى، جول لهجر، برونو لوبيز
البديل يحضر بالتغيير، لكن في الأخير لربما لا يستفاد يا هجل. شوفوا برونو التسديدة القوية اللي كانت حاضرة من أسامة عادت لبرونو على طول، برونو في شباك عبد العزيز تكروني بالركبة، اللي سجل حالة انتصار كان يبحث عنها نجران كثيرا. كرة الآن في عودة أسامة، ثاني أسامة عودة، لكن أسامة كرته ما عدت في هذه اللقطة. عبد العزيز التكروني تصدى ببراعة، عارت لأسامة من جديد لكن لم يستقل الصناعة. شوف أسامة الخلف اللي